كبيرة، الضغط كان رهيبا خلال المواجهة، لكن اللقاء انتهى بتأهل المنتخب الوطني الجزائري وأداء كبير من الناحية الفنية والتكتيكية أيضا. قبل أن نمر لأجواء المباراة دعنا ربما نطمئن عن اللاعب يوسف بليلي، خرج ربما متأثرا بدوار عقب نهاية المواجهة، هل من أخبار عن يوسف بليلي أمين العبدي؟ والله الحمد لله الأخبار يعني الأخبار بشر الخير والحمد لله ما عنده حتى شيء. يعني كنا خايفين تكون عنده يعني ضربة كما خداها بغداد الدح، ما فهمناش يعني الدوران هذاك من جاه، وحتى يعني كان عنده صداع يعني في بعد نهاية المباراة، لأنه كان خداها ضربة يعني في الرأس لما سقط مع المدافع تاع الخصم، لكن بعض الناس يقول لك أنه تلقى ضربة كان خارج بعد المباراة كان خارج، ما فهمش إلا كان رشق من عند المناصرين وقصف في الراس، يعني حتى هو ما عرفش واش إلا الضربة كانت مقبل ولا من بعد المباراة، لكن الحمد لله الفحوص بشر بالخير الحمد لله يا رب. الحمد لله بشفاء العاجل ليوسف بليلي. نعود إلى المواجهة أمين العبد، مباراة كبيرة تكتيكيا فنيا، الإرادة والجرينتا والحرارة كانت في الموعد بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب مغربي قوي أيضا، لكن الخضر عرفوا كيف يتأهلون ويظفرون بتأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي. كيف عشت المواجهة والأجواء كانت كبيرة أيضا عقب نهاية اللقاء أمين العبد؟ شوف ابراهيم، والله ما يخفى لك شنو المباراه هذه كان كثر عليها الكلام، خاصه هنا في قطر، لانه لما لعبنا المقابله الثالثه في الدور الاول يعني مع الشقيق المصري، كانت بزاف ناس تتكلم وتقول انه المنتخب الجزائري يحب يفوز امام مصر باش يتصدر المجموعه وباش ما يتلاقاش مع المغرب. احنا ما كناش خايفين منهم، ما نخافوا حتى واحد، ما نخافوا الا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن رياضيا نقول لك رياضيا احنا ما نخافوا حتى فريق، احنا نلعبوا نقدموا كاع واش عندنا، ويعني نقدموا كاع واش عندنا حتى ولو خسرنا مباراه باش ما يكونش ندم من بعد، احنا نقولوا قدمنا واش عندنا والحمد لله، احنا ما كنا خايفين حتى واحد. وكثر كلام كثير وهما تكلموا كثير يعني في الصحف وفي السوشيال ميديا ونفوز على المنتخب الجزائري 4-0، وقلت لك المره اللي فاتت قلت لك كاين بعض الصحفيين اللي يحبوا يقزموا يعني من المنتخب الاول والمنتخب اللي راه شارك في الدوره هذه، والحمد لله احنا الرد تاعنا كان فوق الميدان، ولو حتى فزنا بركله الترجيح لكن نقولها نستاهلوا الفوز لانه مرتين وحنا فايزين عليهم، مرتين وحنا نسجلوا عليهم وحنا فايزين بالمباراه، وهما اللي يرجعوا في المباراه مش حنا اللي كنا نرجعوا في المباراه. ويعني حتى تشوف حتى يعني لا بوزيسيون دو بال كنا خير منهم فوق الميدان، والحمد لله وربي ربي كافئ اللي جهد اكثر والحمد لله يا رب. نعم أمين العبدي، تحدثت أيضا في المرة الماضية عن اللاعب بغداد بونجاح، قلت ما يسجلش لكنه بالكرة يقلق المدافعين ومهم جدا في تركيبة الناخب الوطني مجيد بوغر، هل ترى بأنه اللاعب بونجاح سيكون حاضرا في اللقاء القادم أمام قطر وهو الذي تفاعل مع كل لقطة خلال مواجهة المغرب؟ شوف ما نخبيش عليك إبراهيم، بغداد كانت عنده رغبة كبيرة باش يشارك البارح، يعني ما نخبيش عليك، ولعب كبغداد بونجاح مهم جدا في التشكيله ويقوم دور كبير في الهجوم، يضغط على المدافعين يتعب المدافعين يعطي حلول لاصحابه، والبارح كانت عنده رغبه كبيره باش يشارك، لكن طبيب الفريق ما حبش يغامر به، وهذا امر يعني امر صحي ونحترمه، امر يعني رغبه الطبيب باش ما يغامرش به لانه صحه اللاعب سبق من كل شيء. صحيح، والمهم هو تاهل المنتخب الوطني الجزائري. امين العبدي مناجير المنتخب الوطني الجزائري، كنت معنا مباشره من الدوحه، شكرا جزيلا لك. شكرا. وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى نهايه نشرتنا الرياضيه، مبروك للمنتخب الوطني الجزائري، نلتقي